معنا مشاهدينا من مكة المكرمة نائب مدير الاتحاد الروهينجي الشيخ عبد الله معروف. شيخ عبد الله أهلا وسهلا بك معنا. إذا آخر المعلومات التي لديكم من أراكان بخصوص أوضاع مسلمي الروهينجا. نعم، حقيقة ما زالت آلة القتل والحرق والسحل والتهجير القسري والطرد، ما زالت الآلة هذه تستمر رغم النداءات المتتالية حتى من مجلس الأمن، حين طلبت مجلس الأمن من حكومة ميانمار إيقاف آلة القتل بدون اشتراطات والسماح للمنظمات الإنسانية بدون قيود والسماح بالعودة الكريمة والعودة المستدامة والعودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية. هذه آخر الأنباء التي صدرت والأخبار التي صدرت من مجلس الأمن في 28 سبتمبر الخميس الماضي. نعم. حقيقة رغم ذلك يعني منظمة يوم الرأس يعني أصدرت بيان أنها تقول أبلغ العالم بأن أراكان لا زالت تشتعل، رغم أن حكومة ميانمار يعني وعدت إيقاف العمليات العسكرية والتمشيط العسكري وسياسة الأرض المحروقة منذ 5 سبتمبر، إلا أنها ما زالت يعني مستمرة والأدخنة ما زالت تصاعد ونحن نتابع الوضع. كما ذكرتم أنه يعني منذ الصباح الباكر منذ يومين متتاليين الآن بعض القرى في منطقة بوسودونغ تم إجلاء الناس الموجودين فيها وتم إخراجهم إلى الساحل وهم في انتظار أي قارب ينقذهم ويذهب بهم إلى بنغلاديش. طيب شيخ عبد الله، ماذا عن وضع اللاجئين في بنغلاديش؟ كيف يتم التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة ونحن نتحدث عن قرابة 500,000 مسلم؟ نعم، حقيقة الأوضاع جدا مأساوية، وحقيقة هناك الكثير من الجمعيات التي حضرت وعايرت الواقع وذهبت ببعض المواد الإغاثية ولكنها عادت، وهي تقول أن هذه المواد التي ذهبنا بها ربما لا تستطيع أن تطعم وجبة واحدة رغم الكثرة التي نحن ذهبنا بها. هناك نداءات مستمرة من مفوضين عدل شؤون اللاجئين أنهم بحاجة إلى 250 مليون دولار لإنقاذ الوضع المتأزم حقيقة، وخاصة مع انتشار مرض الكوريلا بين الأطفال. وخلال شهر واحد تم يعني القضاء على أكثر من يعني 2000 من الأطفال حقيقة، ونحن نشاهد كل يوم موتى من الأطفال هم يعني يموتون بأمراض بسيطة جدا وخاصة مع موسم الأمطار ويعني سهولة انتشار الأمراض وخاصة مع ضعف يعني وجود المياه الصالحة للشرب وانتشار الأمراض والفضلات المنتشرة في كل مكان. حقيقة الوضع جدا مأساوي ونحن نتمنى دخول الدول يعني عاجلا بإغاثات عاجلة جدا. بعض الدول يعني أعلنت حتى وزير الخارجية الأمريكي أعلن بتبرع 63 مليون دولار، ثم ذكر قال أن هذا لا يكفي إلا لبضعة أيام. الوضع مأساوي جدا ونحن ننادي حقيقة ونتمنى أن بعض الدول تدخل وتسعى إلى إقامة ملاجئ واحتضان ولو أعداد بسيطة 20 ألف 30 ألف 50 ألف في بعض المخيمات تكون تحت رعايتها. نعم. ورعايتها بإشراف المفوضين عدل شؤون اللاجئين. شيخ عبد الله، تفسيركم لاستمرار الانتهاكات رغم النداءات المستمرة لإيقاف آلة القتل هناك؟ حقيقة نحن والله يعني مستغربين تماما يعني حقيقة تعنت هذه الدولة ورفضها لأي أوامر حتى قرارات صادرة تجاهها وتوصيات من مجلس الأمن والأمم المتحدة. حقيقة يعني هذا التعنت يدل على استمرارها وعلى يعني في الإباد الجماعي والتطهير العرقي. نستغرب تماما ونحن كنا نترقب نتائج ملموسة من مجلس الأمن يوم الخميس الماضي ولكن لم نرى أي نتائج ملموسة يعني تدين ميانمار بالتطهير العرقي يعني إدانة وإصدار مشروع قرار أو عقوبات تفرض على هذه الدولة. حقيقة إلى الآن يعني حتى بعض التقارير احنا يعني وصلنا لحد اليأس حين سمعنا ان مسؤولة الامم المتحدة في ميانمار هي بنفسها واقفة منذ 4 سنوات مع حكومة ميانمار ولا تريد ان تحل الموضوع. نعم. يعني استغربنا حقيقة والموضوع تصاعد الان خاصة بعد نداءات الإذاعة البريطانية ان هناك انتهاكات ومشتركة بين بعض مسؤولي الامم المتحدة في حالة ميانمار ضد الروهينجيا. فالوضع حقيقة ينذر بسوء ويأس شديد جدا لدى الروهينجيا ولدى اللاجئين الموجودين. بالأمس كنا نستمع لبعض المقاطع من داخل ميانمار وكل مستاءون أن مجلس الأمن لم يصدر بشيء
ملموس لصالح الروهينجيا غير التنديدات والشجر الذي مللنا منه منذ سنوات طويلة جدا. شكرا جزيلا لك لهذه المشاركة. حدثنا من مكة المكرمة نائب مدير الاتحاد الروهينجي الشيخ عبد الله معروف.